التحسين. ملاحظات عامة في الترجمة. أولاً، قلت لك يجب قراءة الجملة والنص أكثر من 5 مرات قراءة جيدة مع التركيز وتخمين الكلمات الغريبة. يعني أنا أحاول أقرأ النص وأحاول أترجم الجملة، وإذا كلمة ما عرفتها أحاول أخمن المعنى وأحاول أترجم جملة حتى لو مو لها يعني مشابهة عليها، وبالممارسة وبالتدريب راح تتعلم أكثر وأكثر. طيب، بالنسبة للنقطة الثانية، عند القيام بعملية الترجمة يجب مراعاة اللغة المستهدفة، حيث نقرأ الجملة بعد الترجمة ونسأل سؤال: هل نقول هكذا في هذه اللغة المطلوب الترجمة إليها؟ هذا سؤال كلش مهم. يعني أني من أريد أترجم النص ويا ما الترجمة، ورا ما أنت أثناء الترجمة أو ويا ما الترجم، اسأل نفسك سؤال: إحنا نقول يوتيوب الترجمة باللغة الفلانية؟ يعني ويا ما أنت تترجم وتطلع لك الترجمة، طلعت لك ترجمة فكرة معينة، اسأل نفسك سؤال: هل نقول هكذا في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية؟ اسأل نفسك هذا السؤال. طيب، ملاحظة أخرى: في اللغة العربية نبدأ بفعل. إذن باللغة العربية دائما نبدأ بمن طلابنا الأعزاء؟ نبدأ بفعل. أينما باللغة الإنجليزية نبدأ بفاعل. بينما باللغة الإنجليزية نبدأ دائما بفاعل. ملاحظة رابعة: حاول قدر المستطاع الاطلاع على ترجمات سابقة، وحاول أنت أن تترجم حتى ترى كيف تتم الترجمة، وبمرور الوقت والأيام راح تشوف نفسك بعد فترة إن شاء الله تقدر تترجم أكبر جملة أو أكبر نص. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وبعد أخذنا تمرين أيضا بالمحاضرات السابقة، وحاليا أيضا راح نحاول نحل هذا التمرين سويا. Exercise 2، طبعا هذا الملف موجود أيضا، الطلاب اللي مشتركين بالدورة راح يوصلكم هذا الملف مجانا إن شاء الله. التمرين الثاني عندك أيضا، قال لك Translate the following sentence. Sentence. Exercise 2. The boy walked to school yesterday. لازم نبدأ بمن طلاب؟ بمن نبدأ أخوان؟ نبدأ بفعل. طيب، من يقدر يترجم the boy walked to school؟ إذا نعم، شو تقولين؟ مشى الولد إلى المدرسة، إلى المدرسة البارحة. أحسنتي، نعم. من يقدر يترجم ترجمة أخرى؟ مشى الطالب يس ميسرة. نعم. طيب، بعد من عنده ترجمة أخرى لهذه الجملة؟ ترى يصير عادي. يس. طبعا خوش ملاحظة، نسيت أقول لكم طلابنا الأعزاء، لا، البارحة مشى الولد هدى ما أعتقد تمشي صح. الظروف إحنا ذكرنا تقديمها وتأخيرها مو مشكلة. الظروف، يعني إذا قلت مشى الولد البارحة إلى المدرسة، أو مشى الولد إلى البارحة أمس، يعني أو أمس، أتقدم إذا الظروف تقديمها وتأخيرها صح. أحسن، جوابك صحيح. جملة ثانية: The guest left early this morning. Yes يا ميسرة. غادر الضيوف مبكرا هذا الصباح. ليش ما قلنا الضيوف غادر؟ لأن لازم نبدأ بفعل. أحسنت. Yes. رقم 3: هدى sold her car last month. يلا، من يترجم لها الجملة؟ Yes ريان. باعت لو اشترت؟ باعت هدى
ليش ما نقول مركبتها مو أحلى؟ أي بس أنت، أنا مو قلت لك اسألي نفسك سؤال، اسألي نفسك سؤال، باعت هدى سيارتها الشهر الماضي، سيارتها، سألت نفسك سؤال، احنا نقول هيك بالعربي يعني، نقول بس تحسها مو حلوة، باعت هدى مركبتها، صح يصير، نعم أحسنتي أحسنتي أحسنتي، نعم the girls play bad the girls play bad badminton every Friday. Yes. 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 Abu Rutaj, do you have any other translation? Ramzi and Selma, صح طبعا. Exchange gift on their birthdays. شلونكم بهاي؟ يلا نبدأ بمن؟ يس تبارك؟ اوكي ترجمتك صحيحة بس بها خطأ. مو شرط، هو هذا مو واجب، تو اعطيتكم اياه اني. يلا ما هي الجملة بس تبارك ست تبارك، هي الجملة ماضي ولا مضارع؟ يعني شلون تقولين تبادله؟ يتبادل رمزي وسلمى الهدايا في أعياد ميلادهم، في أعياد ميلادهم. أحمد always eats lunch at home. Yes, خلينا نشوف. Yes, خلينا نشوف من هو. Yes, علي رائد. طيب أنت بديت بفعل أو فاعل؟ إحنا لازم ممكن نبدأ بفعل؟ اي شلون راح تبديها بفعل؟ يتناول احمد، اذا بدينا بفعل لان اللغه العربيه تبدا بفعل، فصارت يتبادل، عفوا يتناول احمد الغداء في المنزل دائما. استاذ يصير اقول غالبا او دائما ما يتناول احمد الافطار الغداء في المنزل، جواب صح. زين يصير ياكل، خلينا نترجمها ياكل. ياكل احمد الغداء، احنا باللغه العربيه نقول ياكل احمد لو نقول يتناول برايكم. يا ولد احلى. لا خلينا نشوف، اكو وحده تقول ياكل، برايكم احنا نقول بالعربي نقول ياكل لو نقول يتناول، شو تقولون؟ نقول يتناول، تناول فلانا الشطيره. ما نقول ياكل. ونبدأ بفعل دائما، نبدأ بفعل عند الترجمة. جيد جدا. طيب الآن طلابنا الأعزاء راح ناخذ ملاحظة مهمة بالنسبة للأمثال والتعابير. اكو فد شيء عندنا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللي هي الأمثال، المثل. المثل ما له قاعدة طلابنا الأعزاء، فلا يوجد هنالك قاعدة، بل يجب حفظ هذه الأمثال حتى تستطيع الترجمة وفهم التعبير من الأمثلة. يعني المثل ما ينفهم، ينحفظ. يعني كل ما ألقى مثل قدام يحفظه. بمرور الأيام، مرور الأيام راح أقدر أفهم كل شيء. يعني هسه إحنا مثلا واحد إحنا نقول نايم ورجلينا وين؟ نايم ورجلينا بالشمس. شنو معناها هذا المثال؟ شنو معناه؟
شنو معنى هذا المثل؟ يعني هذا اكو احداث حدثت وهو ما يعلم بيها، اكو احداث اعلم، وهذا مثل. او مثلا احنا نقول هذا ادينا بالدهن، شنو يعني his hands in the oil، هيك نترجمها احنا. يعني هاي الامثال تحفظ حفظ. وهسه راح نعطيكم مجموعه من الامثال، وايضا راح تكون مطالبين بها بالامتحان الطلاب المشتركين ويانا بالدوره، لان الامتحان راح يكون ان شاء الله بعد الزياره ان شاء الله. طيب يقول لك لايك فادر لايك سون. يس. هسه راح ناخذها ان شاء الله اليوم. لايك فادر لايك سون. هذا الشبل من ذلك الاسد. طبعا عندنا لها 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 مثال اخر. من يقدر يقول لي؟ اي نعم عندنا. من شابه اباه ما ظلم، وبعد هم عندنا مثال اخر. احسنت. الابن الولد على سر ابي، او من شابه اباه. هذه كلها لايك فاذر لايك سن. كلهن هذني لايك فاذر لايك اصلا. اذا ابن احسنت يا هابي لايف، جوابك صحيح. ابن البط عوام، احسنت. كلهن هذني يرجعن الى هذا المثال. يعني ماكو قاعده، ماكو قاعده. طيب مثال اخر. cleanness clean cleanless is next to God line. أحسنت. النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. طيب هسه سؤال، واحد يسألني يقول أستاذ وينك إيمان؟ ماكو إيمان. بس هاي هو هذا مثل، هذا ينحفظ حفظ. طيب بالضبط أحسنت، هي هاي يسمون إيه بالضبط. أحسنت، كلام صحيح. يعني احنا مو بس احنا حتى لا باور، شوف احنا راعينا كل شيء حتى الدين. يعني احنا ذكرنا ايمان، بينما هو الجاد، الجاد يختلف. ممكن واحد المسيح يقولون هو المسيح جاد، احنا نقول الجاد هو الله، وصح. فاحنا من قلنا ايمان خلاص عممنا الموضوع حتى نقدر نتجنب مشاكل الثقافتين، الثقافه العربيه والانجليزيه. فقلنا النظافه من الايمان وخلاص، والايمان حسب اعتقاد الشخص. A fault convinced is a half redress. الاعتراف بالذنب فضيلة. A fault convinced يعني الخطأ المعترف هو نصف، يعني redress الفضيلة هو نصف، يعني الاعتراف بالذنب فضيلة. احسنتم بالضبط. هاي الامثال طلابنا الاعزاء تنحفظ. يعني انا جمعت لكم شكو اكبر عدد ممكن من الامثال، انطيتكم اياه، وراح تتونسون ان شاء الله بهذا الكورس، لانه يعني حقيقه راح تستفادون. جبت لكم اشياء جدا مفيده وموجوده بحياتنا اليوميه. ركزوا لي على هاي الجايه لان هاي مهمه. يقول لك a bird in hand is worth two in a bush. لا تستعجل، بس شوي بس شوي 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 لا بس لا تستعجلون، بس لا تستعجلون، بس لا تستعجلون، اقفوا هنا. اذا اردنا نترجمها يقول لك الطائر في اليد احسن من، او عصفور في اليد احسن من عصفورين على الشجره. بس سؤال عندي لكم، احنا نترجم هيجي المثل هذا شلون نترجمه بالعربي؟ احنا شو نقول؟ شو نقول احنا؟ اذا احنا من راح نترجمها ايش راح نقول؟ راح نقول عصفور في اليد خير من 10 على شجره. استاذ ماكو 10. نعم ماكو 10 صح، بس احنا من نترجم، احنا من نترجم لازم اشوف ما يقابل المثل، ما يقابل المثل. شي قابل المثل عندي اني؟ شي قابله؟ هي قابله باللغه العربيه. احنا دائما العرب نحب الغلو، المبالغه، نحب البالغ. يعني لغتنا العربية، ثقافتنا العربية، نحب نبالغ.
اما هم يعني كغرب ما يحب يبالغ، يقول لك عصفور باليد خيرا من عصفورين على الشجره. بس يا هو الابلغ، انا بدي اسالكم كلغه عربيه، احنا يا هو الابلغ عندنا، عصفور باليد احسن من عصفورين على الشجره، لو عصفورين في اليد خيرا من 10 على الشجره؟ يا هو الابلغ، من هو الابلغ واقوى او احسن معنى؟ ليش؟ بالضبط، فاحنا من بالضبط، فاحنا من نريد نترجم لازم نترجم عصفورا في اليد خير من 10 على الشجرة. Actions speak louder than words. الأفعال أقوى من الأقوال. أحسنت، أو الأفعال هي التي تتكلم. بعد من يقدر يعطيني مثل؟ أعتقد عندنا مثل عراقي موجود هيك بس هذا يحضرني. نعم أقوى. أعتقد ما يصير المشكلة يمش، لأن أنا دا أشوف طلاب الصورة واضحة يمكم لو لا؟ مشكلة يمش طلاب، المشكلة يمكم طلاب. beggars عفوا are must not be choosers، ليس للمتسولين حق الاختيار. بس احنا ما نقول هيك باللهجه العراقيه خصوصا، نقول هم نزل وهم دبش على السطح شو حوضه يتشرب، ها هيك نقول. يعني معقول؟ معقول استاذ محمد نترجم هيك؟ اي والله يا اخوان الترجمه مالتها صحيحه هيك يعني، وهذا الحكي موجود مو من جيبي ترى، هذا من مصادر معتمده بجامعات على مستوى الوطن العربي، لا عبالكم يعني، هذا كلام موثوق يعني مو بعبالكم من جيبي. Silence gives consent. السكوت. أحسنتم. Circumstances are alter cases. للظروف أحكام، أو للظروف أحكامها. للظروف أحكام، أو للظروف أحكام. طيب. هسه راح نبدي بانواع الترجمه، انتبهوا علي زين وهذا موضوع مهم. راح نبدا اليوم ناخذ الانواع الرئيسيه لانواع الترجمه. اول نوع من الترجمه عندنا الليترال ترانزليشن. The probably the oldest type of translation هي انواع اقدم انواع الترجمه، وهي عباره عن conveys the denotative meaning of phrases and sentences from one language to another، وهو عبارة عن نقل المعنى الإدراكي من لغة، يعني المعنى الـ 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 من لغة لأخرى، عبارة عن نقل المعنى من لغة لأخرى بس. هذا هو literal translation. مثال علي: علي went to market yesterday. ذهب علي إلى السوق أمس. حنان is a young kind hard woman. حنان امرأة شابة وطيبة القلب. هذه هي literal translation. ركز يمي، اكو ترجمة اسمها word for word translation، الترجمة كلمة لكلمة. ركز يمي، وهذا هي المشكلة هنا. word for word translation it is not recognized as the translation practice because it does not take the linguistics mismatches. ما هاي الترجم كلمة لكلمة. مثلا قال لك I bought a red car. أنا اشتريت حمراء سيارة. هاي يسمونها word for word translation. الترجمة كلمة لكلمة، يعني كل كلمة يقابلها. هذا غلط. هذا ما يراعي الثقافة أو اختلاف لغتين، فهذه غلط تماما. اذا نريد نترجمها نقول اشتريت سيارة حمراء، اشتريت سيارة حمراء او مركبة سيارة حمراء، يصير اثنينهم صح. اما اشتريت حمراء سيارة فهذه غلط، هذه يسمونها word for word translation، يعني الترجمة الحرفية هي نوعا ما صحيحة، بعض الاحيان تكون صح بس مو دائما. حسب السياق مالت الجملة،
هل سياق الجملة أنا قلت لكم اسأل نفسك سؤال، إحنا نقول هيجي؟ يعني هسه إحنا هسه مثلا أنا اشتريت حمراء سيارة، إحنا نقول باللغة العربية أنا اشتريت حمراء سيارة؟ إحنا ما نقول هيجي. نعم، فراح نقول اشتريت سيارة حمراء. أيضا عندنا نوع الميتافوريكال ترانزليشن، هذا هو الترجمة المجازية واللي تستخدم دائما مع الشعر. يستخدمونها دائما مع الشعر، وهي عبارة عن أنه أنا أجيب النص مالتي وأخذ الصورة مالت الشعر أو مالت الكلام، وأقوم أنا أكتب شعر بلغتي هعيني وفقا للصورة اللي موجودة عندي. مثلا قال لك your eyes are too beam at die break break over two balcons where from the noon sneaks. انا لو ردت اترجمها عيناك your eyes are too beam at day عينيك تعتبر عيناك هما من الغابات في الفجر. هاي الترجمة العامة، بس هذا شعر، أنا ما يصير أترجمه. إيش راح أترجمه؟ راح أقول له عيناك غابتان خيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينائي عنهما القمر. إذن هاي شو يسمونها طلاب؟ هذه ترجمة شنية؟ مجازية. وهذه أنت ما تحتاجها. ليش ما تحتاجها؟ هاي تخص الشعراء، ما تخصك، تخص الشعراء. طيب نجي، طبعا هذا النوع الترجمة ما رح نحتاجه. عندك نوع آخر من الترجمة يسمونه الأديوبيشن. الأديوبيشن وهو عبارة عن أنا أجيب الترجمة نص مالتي وألقاله مكافئ للغة مالتي، وفق يعني احترم السياق مال اللغة مال الثقافة مال البلدين. يعني شلون؟ خليني اعطيك مثال حتى توضح لك ترجمة الادوكيشن. قال لك are you drunk are you drunk. كلمة are you drunk معناها هل انت فمل او هل انت سكران. سؤال، احنا عندنا كعرب كثقافة عربية، هل الخمر مقبول ام غير مقبول؟ مرفوض. يعني ممكن هسه انتم طلاب تتقبلون هذا الشيء، بس اتحداك تقعد يم شيخ مضيف او مثلا يعني واحد يعني كبير بالعمر وجه من وجوه المنطقة وتقول له مثلا تقول لصديقك انت شبيك سكران او انت شارب، يعني ممكن يعني ينتقدك انتقاد شديد اللهجة، ممكن يعني يسمعك كلمة جدا سيئة. فسؤال، انت الاوريدي مو صح بالضبط. فاحنا ما نتقبل هذا الشيء. فانت كمترجم يصير تترجم الثقافة ما تتقبل هذا الشيء؟ لا ما يصير. يعني شلون استاذ راح اغير بالترجمة؟ اي نعم راح اتغير بالترجمة احتراما للثقافة الاخرى. معقول استاذ محمد؟ اي والله معقولة، وهذا الكلام موجود بكتب رسمية وحتى المصادر موجودة. لا ما يصير. انا راح اقول له افقدت عقلك او انت مجنون او ابله انت، واحدة منها لن يكون صح. يعني الآن لو قلت الواحد فقدت عقلك، يعني هو نفسه سكران، بس أنا ما قلت له سكران. جاهل يعني لا، هو احنا هو شنو باور. احنا لو ردنا خلينا نرجع لي يعني أجلكم الله، السكر هو شنو؟ الشخص اللي يسكر هو شو يسوي؟ راح يفقد عقله. فأنا بدل ما أقول له أنت ثمل أو أنت سكران، لأن المقابل آخر عربي ما يتقبل أو مسلم ما يتقبل هيك شيء، فراح أقول له أفقدت عقلك أو أنت مجنون. ممكن إيه، بس إحنا كلغة عربية كإحنا مترجمين يعني
تترجم كلغة عربية راح نقول له فقدت عقلك أو أنت مجنون أو أبله أنت. هنا أنا احترمت الثقافة وترجمت والآخر يعني فهمني ونقلت المعنى والأمور طيبة بدون ما سببت أي إحراج أو أي. أحسنت، نقلت المعنى ولكن بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا the boy was drunk، كان الطفل ثملا. بس أنا من أقول له ثملا أو سكرانا ممكن المقابل ما يتقبلها من عندك ثقافة عربية. مش راح أقول له، راح أقول له فقدت عقلك أو كان الولد فاقدا لعقله أو كان مجنونا بعض الشيء. الآن أنا ترجمتها بهذا السياق العربي، الشخص المسلم أو العربي فهم بأنه فاقد لعقله أو فهم بأنه سكران ولكن بطريقة غير مباشرة. وهذا موضوع جدا ضروري، لازم نحترم الثقافة. نعم ما له علاقة السؤال، بس أختي العزيزة هو ما له علاقة بالسؤال، أنا كلامي عام. يعني مثلا على سبيل المثال راح أقول the boy الولد was drunk، هاي من أريد أترجمها أني للغة العربية لازم أقول باللغة العربية، من أريد أترجمها للغة العربية لازم أقول كان الولد فاقدا لعقله. ليش؟ لأنه احنا كمسلمين ما نتقبل الخمر، تفهمين قصدي؟ بس ممكن انت اذا ترجمتيها الشخص ممكن خلينا نقول يعني مسيحي لبناني عادي، اذا قلتي له انت ثمن او انت سكران، لانه اصلا عنده المساله طبيعيه عادي مو مشكله. بس انت اذا قاعد يم شيخ دين يعني وتقولين هيك كلام او مؤتمر يعني ممكن ثقافي او اسلامي او يعني مؤتمر بجامع بحسينيه بمنتدى يعني زحمه، تقولي له وكان الولد سكرانا يعني كان الولد ثملا، لا ما يصير. مكان مو ملائم حتى تقول هيك شيء، تقول كان الولد فاقدا لعقله ممكن يعني ايا كان، المهم احنا ما نقول سكر. طيب مثال اخر للادوبيشن. الان كلمه ادوبيشن ذكرنا بانه هي عباره عن تحميض الجمله، أحمض الجملة، أحولها من نص مالتي الأصلي إلى نص ما موجود عندي باللغة العربية، أو أحترم الثقافة الأخرى بوضع شيء ما يناسب تلك الثقافة، ما يناسب تلك الثقافة. يعني خلينا أوضح لكم شغلة، up above the world so high like the diamond in the sky twinkle twinkle a little star how I wonder what you are. هاي أغنية، هاي الأغنية يستخدمونها الأجانب، الثقافة الغربية تستخدمها ثقافتهم لتنويم الطفل، فيقول له عالية وبعيدة عن الأرض متلألئة في السماء أضيئي أضيئي يا نجمتي الصغيرة إني أتساءل ما تكوني. الآن مثل ما ذكرت لكم هاي الأغنية، تمام؟ طيب خلينا نسمع لكم إياها، اسمع الأغنية. أغنية أجنبية يستخدمونها الأجانب حتى ينمون طفلهم. طيب
أنا إذا أجيت وأريد أنوم الطفل طفلي وأترجم له النص، أترجم للطفل أو أترجم للمقابل، أقول له عالية وبعيدة عن الأرض، متلألئة في السماء، أضيئي أضيئي. طيب الآن هذا الكلام ما مفهوم بالنسبة إلي أني، لأن أنا ما مستخدم عندي هيك سياق يعني. طيب شلون؟ راح أجيب شيء مكافئ للغة، وهو يلا ننام يلا ننام واهدي لك طير الحمام. هذه الأغنية احنا اللي نستخدمها لتنويم الطفل، ما نستخدم تلألئي تلألئي. يعني انا راح اغير بالكلام كله واجيب نص غير النص. اي نعم، اغير غير النص كليته واجيب نص جديد ما موجود، الى نقل المعنى. التلاعب اللي انا سويته هسه ادى الى نقل المعنى فقط، ما ادى الى تشويه المعنى، ما ادى الى تشويه. يعني انا ما شوهت المعنى حاليا، انا حاليا ما شوهت المعنى حاليا، ولا لعبت باي معنى. اني هو شو يقول الثقافه الغربيه؟ يقول لك مثلا على سبيل المثال، يعني عاليه وبعيده عن الارض، هذه هي شنو يقصد بها؟ يجوز يقصد بها ممكن ها النجمه الستار. اوكي، هو اللي يتكلم عن السماء ويحكي عن السماء. سامعين من الافلام يقول لك بحق السماء؟ هذا شنو؟ هذا يعتبر كفر. يعني هو يعني شلون اقول لكم؟ يعني بحق السماء هم يقصدون بها يعني ممكن المسيح، انا ما اعرف صراحه بالضبط يقصدون بها المسيح، يقصدون بها بحق الجحيم. هذا يعتبر، هاي ثقافتهم. يصير انا انقل الناس. اوكي، هذا قسمهم، بس يصير انت تقسمين مثلهم؟ اي، فهي هاي الفكره هنا، يعني هاي هي الفكره. هذا عندهم قسم، بس احنا يعني انا كثقافه، فأنا مثلا أجي أريد أترجم على سبيل المثال لشخص غير طفل، مستحيل أترجم نفس النص تماما وراح يفهمني، ما راح يفهمني. فأنا لازم أحترم الثقافة اللي قدامي، ولازم أتلاعب ببعض الأمور بدون تشويه للمعنى. مهم جدا، بدون تشويه للمعنى، لأنه أنا ما أشوه المعنى، ولا أنا أريد أنقل الثقافة. هاي مهمة جدا. طيب أكو يعني الفكرة اخوان انه انت لازم تهتم للاودينس من تريد الترجم، لازم تحترم الاودينس وآرائهم وافكارهم.